اتفضل اتفضل. انت مزم الفقيري؟ مرحبا بك. اول حاجه انا معاك الصوف ودي سبحه، لا قلب نبيت من قمنا تحت الشيوخ ذل. معاك كويس؟ في نوبه وفي اي حاجه، لكن بتفسروا المديح زي ما انتم دايرين. ودي قلت شنو ما سال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت في بيته شايل ابو هريره. عندك كلام في ابو هريره؟ ولد بنت عبد الله قال شنو؟ قال كان جدي يروي عن جدي دوت ود بنت ابو هريره. قال كان يعني جدي لديه حبل فيه الفاء عقده كان لا ينام حتى يتمهن. ده ابو هريره رضي الله عنه راوي الحديث دي كلها. ما لقى بدعه الا تلقاه انت ومحمد سيد حاج تفسروا المديح على هواكم عشان احنا ما في. الحاجه الثانيه في مصر المؤمنه قال باهل الله عندكم فيها كلام كثير صح ولا ما فيكم؟ زورينا ما امتحن شاي سودانيه الكلام ده ما قاعد في سوره النور. الذين امنوا وعملوا الصالحات. انا اللي بجاوبك، انت ما قاعد تنبحث اوال يا معلم، تفرس لنا الحديث زي ما انت داير. دقيقه 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 يا شاب، دقيقه يا شيخنا. الحاجه الثانيه، لا لا اسكت اسكت، ما مشكله ما مشكله. السبحة دي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة. الرسول عنده تسعة زوجات، تتزوج تسعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما باكل فول، ما باكل بصل ولا توم، ما باكل بصل ولا توم. انت بتاكل الليل ما حرام علينا؟ ده دقيقة دقيقة. بالنسبة للمديح المرحوم، دقيقة بس هنا وانا ماشي، انا ماشي اصلا دار اقول حاجة بس. دقيقة المرحوم محمد سيد حاج في مدحة مصر المؤمنة بأهل الله دي خليها لأنه جربنا زمان، لكن دارنا نجي يسلم من أربعة ويحشر مع أربعة. الأربعة ديل محمد سيد حاج قال في المديح بتاع في المحاضرة بتاعت المتهم الأول، أي زلمة مش ينزلها من النت من الكمبيوتر تسمع الكلام ده إن شاء الله الليلة ده بالليل ده تسمعه. قال مصر المؤمنة بأهل الله، ثاني قال نسلم من أربعة ونحشر مع أربعة، نسلم من أربعة ونحشر مع أربعة. محمد سيد حاج قال شنو؟ قال الأربعة نسلم منهم. قال الصوفية دي عندهم عقيدة شركية بيعتقدوا إنه الكون ده عنده أربع أركان، وفي أربع أقطاب من الصوفية شيوخ مثبتين الكون. في أربع أقطاب قال مثبتين الكون. والشيخ البرعي قال شنو في التفسير بتاع المديح؟ قال شنو؟ قال الأربعة نسلم منهم النفس والدنيا وإبليس والهوى، والأربعة نحشر معهم النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة. والأربعة ديل في آية. وشكرا لكم ربنا يعينك. اول انت مالك زعلان السجادات الميكروفون؟ ما مشكله نجاوبك عشان الناس تستفيد. وانت نحن ان شاء الله المسائل دي بنفنيدها نقطه نقطه، وانا شايف الشباب او الناس صدوره متحمل انه يسمعوا. وانا كنت داير اختم لكن بكلامك ده ان شاء الله بنفصل اكثر. بس انا داير منك حاجه واحده بس، امسك. انا داير منك امسك يا تبو اللي قريب جنبي، اقعد هنا اقعد في الوطن الله يحفظك. انا داير منك هذه تلتزم بها قدام شنو الشباب ديل، زي ما اخونا ده وينو اخونا ده نبه، نحن دايرين نستفيد. زي ما انا سمعت لك بصدر رحب وما صارعتك ولا كذي، انا قبيل داير امسك منك الميكروفون اقول للناس تهدى، انت تاخذ راحتك في الكلام. يلا زي ما انت نحن سمعنا لك بصدر رحب، انا دايرك من برا تاني ما تشوش، خلينا اجاوب على المسائل دي نقطه نقطه. كلام ده يا جماعه طيب ولا ما طيب؟ ايوه طيب. واحد قال مساله السبحه وذكر مصر المؤمنه وذكر مساله الاوتاد الاربعه الى اخره. مساله السبحه دي ذكر فيها اثر عن ابي هريره رضي الله عنه، وانا ازيدك في اثر تاني عن عائشة رضي الله عنها، وفي أثر ثالث برو غلط برضو عن جويرية رضي الله عنها. ديل كم؟ ثلاثة. والآثار دي العلماء تكلموا فيها وفي أسانيدها، وإنما ثابتة عن الصحابة ديل. ليه؟ الكلام ده تلقاه في كتاب اسمه السبحة تاريخها وحكمها، المؤلف بكر ابن عبد الله من علماء بلاد الحرمين رحمه الله تعالى. اتكلم قريب 100 صفحة عن الموضوع ده، وجاب السبحة من بدايتها قبل الإسلام الناس اللي كانوا يستخدموها.
وليه زمن ليه زمن البعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم، وجاب الآثار دي وبين ضعفها وإنها ما ثابتة. لكن أنا دار أناقشك نقاش أقوى من كذي، قول ثابتة صحيحة. طيب قول ثابتة، نحن عندنا ما ثابتة، وأنا وريتك المرجع اللي بترجع عليه، أنت ما ذكرت أي مرجع. طيب قول ثابتة، قال الله تعالى في القرآن: فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفتوا في شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال لك في الخلاف نرجع للكتاب وشنو والسنة. طيب الكتاب قال شنو؟ الكتاب قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واحد. السنة قالت شنو؟ السنة في سنن أبي داود عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، انت افترض الاثر ده صحيح، الاثار اللي جبت هذه، انت قالوا لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كذي، وابو هريره دقيقه بيعمل كذي، والمساله دي الناس اتناقشت فيها، تعمل بعمل منه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ابي هريره رضي الله عنه؟ مع احترامنا لابي هريره رضي الله عنه، لو ثبت في سنن أبي داود ده حديث ثابت عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، بيده بس. ثاني رأيك شنو؟ عشان كذا عبد الله ابن عباس لما يتناقشوا في مسألة في الحج والعمرة، وبعدين بعض الناس قالوا له: ولكننا سمعنا أبا بكر وعمر، وديل أفضل من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكننا سمعنا أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم ما شال سبحة، هسه أتحداك جيب لي حديث إنه شال سبحة، ومسؤول أمام الله، ديل بيمشوا بتموت بعدين. وأنا اللفظ اللي قلتها لليلة بكررها، رسول ما شال سبحة صلى الله عليه وسلم، وأمرنا باتباعه في التسبيح لأنها عبادة. واحد. اثنين، النقطة الثانية جيب أيوه، مسألة مصر المؤمنة. قال محمد سيد قال: أوتاد الأرض في القبل الأربعة وإلى آخره، وجل برعي شرحها بشرح ثاني، و النازل يا شيخنا، النازل عندهم عقيدة مش الأرض بس، السماء ذاتها حقتهم. رأيك شنو؟ وين العقيدة دي؟ في كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، ده بتاع المرغنية الختمية، قال فيه: أنا عرشها والكرسي، عن عبد الله العيدروس قال: أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. والبرعي قال: أوتاد الأرض في الجبل الأرض الأربعة. طيب هنا في كتاب تاني للصوفية، عشان ما تقول نحن نتكلم فيه ونساي، نازل مش الأرض ماسكنا، نازل السماء ذات لحقوها، قالوا ده كتاب من كتب الصوفية، إلا تكون ما صوفي، ده كتاب من كتب الصوفية اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. وش ما يقول لك طبعتيته شركة القدس للنشر والتوزيع، 8 شارع جوهر الدراسة القاهرة، تلفون 25 93 20 57. تاني في كلام نديك الصفحة، دقيقة، صفحة 60 ل 65، من 63 ل 65. انت قاعد من اظلم الناس زي ساي، الحمد لله دخلت عشان الناس تشوف الكلام ده بيان بالعمل، والكتب قاعده. وبعدين انت قلت مصر المؤمنه، انا هسه بوريك خلاله وين. ايوه بوريك له، وبجيب لك بنص الفاظ البرع
بوريك الخلل، بس برد لي نفسك، رويق المانجا. طيب صفحة 63 ده بتاع القادرية، اسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري بيمدح في شيخه، كان متكلم في الناس ساي بيغلو الناس الغلو، غلو غريب جدا. قال انا داير زول عشان كلامي لو كذبت فيه يعرف. تعال التزاتوا اخونا، معليش تعال، معليش تعال، هاي اخونا اللي اسمه اخونا احمد الخير ده يا جماعه، شايفينه تابع لي زول ما تابع لينا ولا لهم، صح ولا ما صح؟ انا جبته عشان يشوف لو انا كذبت كلمه في الكلام ده يوقفني. طيب قال هنا، امسك الكتاب، قال صفحة 63 ده الشيخ بيمدح في شيخه، قال ذراعي من فوق السماوات كلها، يده تل سما الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وقدها جابها بفوق زي مسك السماوات زي العزابي لما شل مرتبة الصباح طاوية كذي دقيقة نتم ملك. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، قد السماوات جاب بفوق بغادي وهبش الحوت كلكل وما بعرفه. قال وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. يا ناس قال نبات الأرض نبات ونبات بعرفه، ورمل الأرض رملة رملة بعرفه. طيب لسه وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. علم الله قال حرف حرف بعرفه. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب لسه أخونا أحمد ده بيشوف أنا لو كذبت عليهم. قال ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري سرى في الكون من قبل نشأتي وسري في العليا بنور محمد فكنا بسر الله قبل النبوة. يلا اسمعوا بعد ركزوا، ما دار أعلق أنا براكم انتوا علقوا، شوفوا الكضب ده واللف والدوران. قل لي يا أخي ظلمناهم ما ظلمناهم. طيب قال جزاك الله خير كلمتك دي بنتلاقى قدام وأنا عافي لك عشان ما تزعل، عافي لك خلاص. طيب قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي، وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة وناظر ما في اللوح من كل آية. من هنا بعين كذي ده مش الزرقاء، ده الزرقاء والحمراء والخضراء، ده بعين كذي كر للوح المحفوظ. طيب وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي، فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. أقلب الصفحة شوف الكلام ده خطير كيف، شوف ده في الأمة دي، شوف الكذب اللي بيجيبه لك السبعة شوية، والله الكذب يمكن اللمة دي تقع الله يستر عليها. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، قالوا يا شيخ انت بتصلي معانا ليه، ولم يعلموا أني أصلي بمكتي، خطوة هنا خطوة في بغداد وخطوة شنو في مكة، ده بلبس مقاس كم بنطلون. طيب قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. كلام ده أحمد موجود ولا ما موجود؟ قال كان مر رسول كان النار دي ذات الجحيم طفيتها الجحيم. لسه دقيقة شوف الكذب الجايك، لسه والله ده دراب لا في تومانجري تلقاه لا سبيستون تلقاه. طيب قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغفك بهمتي، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا. احنا بنقول لك امسك في منو زعزعه التعبير، خليك عقيدتك في الله تمام. طيب مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم القيامه، انا لمريدي حافظ ما يخاف وانجيه من شر الامور وبلوتي،
وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. أنا كنت والله بعد ده بجيب كذب، أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى، الشيخ قال كان مع نوح عليه السلام، والله قال للرسول عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال له في قصة مريم عليه السلام وزكريا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وأنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. خليك أبرد مالك مسخنت. طيب أنا كنت مع يعقوب في غشو عيني. هزول يا جماعة جرس ولا ما جرس؟ هاي الناس دي كلها شهدت عليك، ما تضحك الناس عليك، ارجع محلك. لا لا ولا دقيقة نتم الكلام بعد ذاك. انت الشير زي ده حار ولا جنو؟ طيب طيب هاي ولا الصباح كويس، ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. انا لسه ما فتحت البلاوي هنا. طيب ايوه قال انا كنت مع يعقوب في غشو عينيه وما برئت عيناه الا بتفلتي. قال يعقوب عليه السلام لما نعمه ما شفى الا لما انا تفيت له. يا جماعه دي ما قله ادب مع الانبياء، ويقول لك انتم تقلوا ادبكم مع الشيوخ. ده قال كف في عيون النبي، ده ادب، ده ادب، ده دين. انت المفروض تغضب للانبياء ديل لسه عشان قربنا في كتاب ثاني في الجواب على السؤال الثالث. الموضوع ده خطير جدا، انت وقعت لك في شبكه خطره. طيب دين انتهت. طيب نمشي قدام. انا كنت بس نتيم لحد هنا عشان شنو الزمن. انا كنت مع نوح مع ادريس لما ارتقى العلا. شوف الزول ده مشى العم على الانبياء ده الجد. انا كنت مع ادريس لما ارتقى العلا واقعدته الفردوس احسن جنتي. انا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. عصاتي قال انا الاصليه، موسى جرى مني. يا ناس الكلام ده يا جماعه بيجوز؟ طيب لا لا ابرد ابرد ابرد. انا ايوه انا كنت مع ايوب في زمن البلاء وما برئت بلواه الا بدعوتي. انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا واعطيت داوودا حلاوه نغمتي. انت عارف ان قال لهم انا منو؟ عديل كده خدتها لهم. قال لهم انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقيقتي. عرفتوا حقيقته يا جماعه؟ عرفتوا الحاصل ولا ما عرفتوا؟ قال انا الواحد عديل. اخونا احمد ده لو كذبت عليهم موجود، وفي الكتاب ده ذاته عشان تعرف الطريقه دي. ده ما كتبك وكتلا قران ولا سنه فيك الدرب ده. ايوه يلا مصر المؤمنه، نجاوبك على السؤال الثالث وبعد ده بديك فرصه لو داير، لانه الليله نحن صدرنا واسع، نديك فرصه ونرد ثاني، نديك فرصه ونرد ان شاء الله. طيب لا لا دقيقه اكتب ادي قلم واديه قلم رصاص ذات وستيكه. طيب قال مصر المؤمنه دي مش النقطه الذاكره، مصر المؤمنه. قال البرعي شرح مصر المؤمنه وكذي وكذي. خليك واقف يا اخونا احمد. يلا مصر المؤمنه دي من الابيات الذكر البرعي فيها، امشي هسي شغلها. قال وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله. كلام ده قاله البرعي في مصر المؤمنة. تعال شوف الشعراني ده بقول شنو. ده الشعراني هذا اسمه الطبقات الكبرى، ده الكتاب بتاع الشعراني. قال تأليف أبي المواهب عبد الوهاب ابن أحمد ابن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني.
يلا افتح صفحة 107 من الكتاب ده من الجزء الثاني وشوف الشعران قال شنو. والبرعي بيمدح الزول ده، انت قال انتقدنا ساي الزول ده بلخبط لخبطه، هسي كلكم بتخطوا يديكم في راسكم كلكم الا يشاء ربي شيء. عين صفحة 107. ايوه امسك اخونا احمد، شو الكلام ده في الكتاب ده بتاع الشعراني. والله قال طبعا من مشايخ واحد اسمه محمد الحضري. يلا شوف محمد الحضري ده ابو الفضل السرسي قال فيه شنو. ده كتابه ذاته مدح البرعي، مدح المؤلف قال سيدي الشعراني الناشر لعلم الله، وده الشعراني دي الطبقات الكبرى. طيب قال وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أو السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة، الشيخ بتاعه عند محمد الحضري هنا جايب ترجمته هنا بتلقى في، ومنهم الشيخ أبو بكر الدسوقي تاني بتلقى محمد الحضري عثمان هنا، ده عثمان 331. طيب 32 ومنهم الشيخ محمد شنو الحضري ده 300. الشيوخ ذات تساوي لهم الارقام 333. طيب بيتكلم في ترجمة الحضري ده لحد ما قال هنا واخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي او السرسي انه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة. عليك الله يا جماعة، شوفوا زول مسلم بيقول كلام زي ده، شوفوا ده دين، ده اسمه محمد الحضري، اسمعوا شوف بيقول شنو. والله كلكم تغضبوا من النازل أسد إن شاء الله. طيب قال فسألوه الخطبة فقال الشيخ قال له أخطب لنا، يلا شوفوا قال شنو. فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال شنو بعد حمد الله وأثنى عليه ومجده، قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. الكلام ده أحمد فيه ولا ما حقيقي؟ والله هذه صفحة 107. أي زول ما مصدق يجي يقرأ وأشهد أن لا إله لكم قال كذي إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله الكلام ده باطل ولا ما باطل؟ أي زول يجي يقرأ اسمه الطبقات الكبرى. تاني في كلام يا جماعة؟ الزول ده تاني عنده حجة؟ إن شاء الله نحن الجمعة الجاية نلتقي في هذا المكان.